معنا اتصال تليفوني من مهجة. الو مهجة. الو، السلام ايوه عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. بقول لحضرتك انا وزني 98، ايوه اتفضلي وعندي سؤالك. 19 سنة، ايوه وعملت شرط كده كذا مرة بس ببطله، يعني ايوه بكمل وببطل. بتبطلي ليه؟ ما عنديش إرادة، نفسي يبقى عندي الإرادة. إرادة للرجل. أيوة طيب في سؤال تاني غير إنك عايزة إرادة للرجيم؟ لا شكرا، معلش يا دكتور. لا لا مفيش حاجة اتفضلي. موضوع طبعا سؤال مهم جدا، موضوع الإرادة في الرجيم ده، هي دي نمرة واحد، يعني اللي عايز يخس لازم يكون في إرادة علشان خاطر يخس. الإرادة دي بتيجي بقى، أولا لازم يكون في حافز أو هدف للتخسيس. يعني انا مثلا عندي مريضه لذيذه جدا، جوزها قال لها ان كل ما تخسي كل 5 كيلو هنعمل حاجه، يعني هعمل لها هديه. فخست اول 5 كيلو جيت لقيتها قلع نظاره النظر، بقول لها انت قلع نظاره النظر ليه؟ قالت لي ما جوزي عمل لي ليزك وظبط لها النظر بتاعها 5 كيلو. يعني طبعا كل واحد حسب امكانياته بقى في اللي يخليها 10 و15 او يخليها حاجات اقل من كده، الحوافز. فده مش بس للزوجه، للبنت، لاي حاجه زي كده، يعني نعمل نوع من انواع التحفيز، الاسره اللي حواليها تعمل تحفيز، يعني كل ما تخسي 5 كيلو هيتم كذا، كل ما تخسي مثلا 10 كيلو هنعمل كذا، هيبقى في لبس معين، هيبقى في خروجه، هيبقى في يعني اللي يقدر بقى امكانيات عاليه يجيب عربيه، يعني المهم كل واحد وامكانياته. ان شاء الله هيخرجها مره يقعدوا على النيل ياكلوا ترمس، بس المهم يوعدها بحاجه هيعملها لها، ان هم ايه كل ما تخس كام كيلو. ده طبعا ده مهم جدا الحافز، وكل كام كيلو نعمل حافز يزقنا مره تانية. في اوقات ناس بيكون عندها مشاكل نفسيه مخليهم ما عندهمش حافز، جايز ياخدوا ادويه، يروحوا اذا كانت امراض نفسيه وياخدوا ادويه تحسن لهم المود بتاعهم. في ناس بيضطروا انهم يدخلوا مصحات فعلا يقعدوا فيها ياخدوا الحافز ويتعودوا ان هم ياكلوا بطريقه كويسه ويخسوا كويس.